السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. في جزء من أهلينا ومعارفنا وحبايبنا ما بيفهموش قوي وجهات النظر الصحيحة أو الأصح أو الأصوب في المواقف الحاسمة في الحياة دلوقتي، بيطبقوا نظرياتهم القديمة على الجيل الحالي، فالجيل الحالي بيتضايق وبيبقى وجهة نظره إن يا الإشارة قفلت بسرعة، بيبقى وجهة نظرهم إن زي ما هقولك كده بالظبط إن أنا بتفق مع هذه وجهة النظر، اللي هو يا أهالينا يلي مننا المستقبل لينا، مش هتبقوا أنتوا الزمن علينا، جيلكم أو نظامكم أو الشريحة بتاعتكم ساكت ولا عمره اتكلم وجاي دلوقتي نظر ويعلم، آن الأوان الراية تتسلم. فعلشان كده الكلمتين دول أنا بقولهم لأصناف كتيرة من الجيل الحالي، حتى اللي هو وجهة نظره ان هو خليك بقى ايه امشي جوه الحيط، اصل الحيط امان، إيه لا مش عارف كلام بقى، عارف حمصاني كده، ما يمشيش مع اي جيل من الاجيال. يعني حتى زمان ما كانش ماشي، والجيل اللي قبلي على طول ما كانش ماشي، وجيل انا ما يمشيش معاه ولا اللي بعده، طب امال يمشي مع مين؟ يمشي مع نفسهم بس، ما يمشيش مع حاجة تانية خالص في الكوكب. فهي دي الحياة، بين ابتسامة وآه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير، حفظ الله، السلام عليكم.